السلام عليكم سيدي. بداية يعني المشاركة في هذا الملتقى في بعدها المغاربي، ألا تطرحوا بالنسبة لكم يعني سيدي الإشكالية العائق التوحد بين دول المغرب العربي، وماذا يمكن أن يقدم هذا المنتدى لهذا الموضوع؟ وبكل تأكيد القضية الكبرى أعتقد أنا للمغاربيين كل أن تكون فكرة كيف نبني المغرب الكبير. هذه قضية أساسية تحدث فيها أجدادنا قبل عشرات السنين، ربما حتى نجم شمال إفريقيا كان في 1926، يعني مصالي الحاج وإخوانه في المغرب وفي تونس، ثم تحدث عليها ثوار أيضا في الخمسينات، ولقاء طنجة الشهير 58 أيضا معلوم، وكانت هناك نوع من الإرادة في واقع الأمر اللي ما كانتش ربما كبيرة، لكن كان فيه نوع من الإرادة، خاصة في 89-91 لإعادة بعث فكرة المغرب الكبير. لكن للأسف منذ انقلاب الجزائر 92، ثم لأسباب أخرى متعددة تعثر المشروع، بل أصبحنا رجعنا للوراء حتى بيغلقوا الحدود ما بين البلدين الأكبر في الاتحاد المغاربي، ووصلنا إلى الحد أننا تكون الحدود مغلقة وفترة معينة حتى كانت التأشيرة ما بين المغاربة والجزائريين. شيء مؤسف ومؤلم صراحة، لكن نعتقد أن الأجيال الجديدة لابد أن تعمل شيء لكسر الحدود، لا أقول الحدود المغلقة ولكن لإنهاء هذه الحدود، لأنها في الأصل هي حدود استعمارية في الأصل، وإن كانت تواجدت ربما فترات حتى قبل الاستعمار، لكن الاستعمار طبعا كرسها ورسخها. وإذا أردنا أن نحيا في عالم التكتلات وعالم الاستقطاب الكبير وعالم الوحدات الكبيرة على المستوى، لن نستطيع أن نعيش بدول قطرية ضعيفة مهترئة، وبالعكس يبد من التفكير، لأن ليس فقط فكرة مثالية وإنما فكرة واقعية لكي لا نضيع في عالم الكبار. هل تعتقد أن الأمر فقط يعني مرتبط بعدم الإرادة السياسية للجارين المغرب والجزائر في فتح الحدود، أم أن الأمر يرتبط أيضا بقضايا خلافية هي التي يعني جعلت هذا الموقف السياسي يفضي لهذا الأمر؟ وبكل تأكيد دائما هناك أسباب، سواء كانت أسباب موضوعية أو ذاتية، سواء مصطنعة أو حقيقية، هناك أسباب وهناك من يغذي هذه الأسباب. لكن لا أعتقد أن الخلاف المغربي الجزائري مهما كان وكيفما كان يكون أكبر من الخلاف الألماني الفرنسي مثلا. لا أعتقد أن الخلاف المغربي الجزائري يكون أكبر من الصراعات اللي شهدتها أوروبا ما بين بريطانيا وألمانيا، بريطانيا وفرنسا، يعني أوروبا يكاد كل متر مربع فيها فيه قتيل، عشرات الملايين من القتلى، نتحدث فقط عن القرن العشرين، ومع ذلك وصلوا ليس فقط لنزع الحدود وليس فقط وإنما لبناء الاتحاد الأوروبي اللي هو وصل الآن إلى تقريبا منتهى أو يكاد في التوحد السياسي، يعني يقترب من التوحد السياسي. وبالتالي مهما كانت الخلافات مهما كانت الصعوبات، أعتقد أن لابد أن تكون هناك عقول تتجاوز تلك الأسباب وتلك الصعوبات وتبني الاتحاد المغاربي أو المغرب الكبير فعلا. شكرا جزيلا.